لوحديك؟ أنا قلقانة فعلاً. ريكي، إيه الأخبار؟ التوأم باتلر وأبيجال وجابي، أنت عارفهم؟ لا بس شفتهم في المنطقة، إيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ راحوا يصطادوا سمك امبارح وما رجعوش. شاطئ البحيرة أمان جداً إذا فضلوا بعيد عن المستنقع. بس كده، ما كانوش عند لوست ليك، دول مشيوا في الشرق لنهر ميتاليوس. هم بيفكروا إزاي؟ طيب تمام، هشوف لو أقدر ألاقيهم. ديكن، شكراً ليك جداً. أنا جبت حاجات كويسة. باز، أول مرة ليا كنت في شوك. هاي استنى، اللي طلع بعد سان جون من مارك كوبيت الديكن سان جون. ياكوب، ايه الاخبار؟ اطمن بس، في اتنين من رجالتي كانوا رايحين جبل اوليري في نفس اليوم. ساعدوني، وقالوا انهم ليهم بيت امن عند برج المراقبة في الغابة القديمة. هنا هو كده صح؟ ارجوكم. تمام أرجوكم. يا ريس، ده اللي عرفته. قالوا انه محكوم، بس اللي يضحك ان اللي عاش هناك ساب موتوسيكل وكويس كمان، حتى صوته فعلا. اكيد، لكن مش ده اللي يضحك. اللي يضحك انهم راحوا النهارده علشان ياخدوا الموتوسيكل، لقوا اختفى. حاجه تحير، مش كده؟ بص يا كوب، الامر كله مدهش فعلا، بس استنى، خد دي كمان. دول اكدوا ان الموتوسيكل القديم شبه الموتوسيكل بتاع بوزر اللي اتعود يركبه. ماشي، خليني اتكلم يا كوب. انتوا طلعتوا الجبل اوليري ولقيتوا اللي فاكرينه موتوسيكل بوزر وفكرتوا فيها، ليه ما نرجعش ونسرقه؟ ها؟ تفكيكها يا ديك، تفكيكها. لكن لا، دي تاني حاجة فكرت فيها. أول حاجة كانت هو إيه اللي حصل لبوزر؟ ماني قال إنه ما شافوش من فترة هناك. معرفش يا كوب، المرة جاية لما أشوفه هقوله أنت مفتقده قد إيه. سانت جون، حول. ديكن، أنت هنا؟ اهدى اهدى، أنا جاي. عايز تموت هنا؟ بص، في معسكر قريب. في معسكر؟ معسكر ايه؟ وريني فين هو؟ هتروح لوست ليك، اسأل عن ريكي بيتال وهتخليك تدخل. كنت هموت. شكرا، شكرا جدا. افتكرت الموضوع خلص. شكرا، شكرا بجد، شكرا. قل لهم انه كان سانت جون ديكن، هم عارفين انا. طيب كمل جري وخليك بعيد عن عينيهم. ديكن، انت هنا؟ ادي، ايه الاخبار؟ ممكن تقف عند العيال لو في فرصه. هو في حاجه؟ لا بس ايوه تمام. ريكي، ايه تاني تقولهولي؟ قبل كل المشاكل، عيلة البنت دي كان ليهم منطقة سير بيروحوها، حددتها على الخريطة. هبدأ من هناك، ديك نحول. تمام، سنارة هي بالظبط، يبقى هو ده المكان الصح. يعني البنات كانوا بيصطادوا. ايه ده؟ حرامية، مش ممكن. فوق من هنا.
ايه القرف ده؟ انت عقيل، احنا شايفينك. انت فاكر فعلا انك ممكن تنسي؟ دمروا لازم انسحب. انا هرجع. خلصت جوه هنا. هيقضي الغرض. مش صعب نبي. اهدي اهدي، انا مش هأذيكي. ريكي هي اللي بعتاني. قتلوا اختي، قتلوا ابيجال. لا عارف عارف، انا اسف، احنا لازم نرجعك المعسكر. يلا تعالي معايا. لا لا، انا اقدر اعمل كده بنفسي، انا اقدر. تمام يلا يلا. خردة تمام. خبر ابيض.
ريكي، أنا لقيتها عايشة. كويس جدا. ما كانتش هترضى تيجي معايا، فكان لازم تبعتي حد تعرفه، فاهمة؟ كان في الطريق راجع للمعسكر. طيب ماشي ريكي، حول. يا ديكن، ممكن لحظة؟ أخبار ويليام إيه؟ ما شفتوش من فترة. بوزر كويس؟ هو في حد فينا أصلاً كويس؟ أهو بيتعايش تمام، هو حاله أفضل مننا كلنا. أيوة. اسمع، أنت محتاج تخلي بالك منه. قصدك إيه؟ هو خسر دراعه، وده هيأثر على حياته أكيد. ما كانتش حياة حلوة قوي يا أدي. أنت صاحبه الوحيد. بوزر كويس، هيعيش. المهم أنا جبت حاجات كويسة. باز، أنت محتاج بنزين كتير قوي. طيب هتلاقيني هنا دايما. هفتح لك البوابة. مشكلة، افتحوا البوابة. لازم افتح البوابة. اهلا بوزمن، ايه الاخبار؟ ايه رأيك في الموضوع؟ بعدين.
شكرا عشان بتحبطني. استنى هجيبها. اهلا ادي سامعاني ديكن؟ ايوه انا هنا. هيف انا ما اعرفش لو هو كويس فعلا. انا ما اعرفش، انا فعلا قلقان عليه جدا. ايوه وانا كمان. لما جالي كان باين عليه يعني نرفز. اسمعي انا هرقبه وهخلي بالي انه ما بيعملش حاجه غبيه. هشوف ممكن اعمل ايه، مش عارف. لازم تعمل كده يا ديكن، ده هيفرق كتير معاه. العيادة حول ديكن سينجو. أيوة يا مايك أنا هنا. ليك ألف على اللي انت عملته، أنقذت جابي وكده. أنا بس حبيت أشكرك. أنا عارف أيوة طبعا يا مايك. كان نفسي بس أوصل لأبيجال في الوقت المناسب. عملت معك وانا ممتن. سلام يا ديكن، انا سعيد انك في السفر. مايك حول. يا دي القرف، دوريه متطفلين. هتودي الموتوسيكل ده فين؟ هي في حد جابها؟ هاي ديك. ايوه هي كويسه، هي مصدومه شويه بس اعتقد زيها زي الباقيين يعني. كلنا عارفين يعني ايه تفقد شخص. ايوه أعتقد كلنا عارفين. هشوفك بعدين يا ريكي. إذاعة أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك كارثة دي مش حرية. وداعا للحرية. وقلت خزنوا أكل ومية يكفوا سنة، لأنهم إن مهما كان اللي هيحصل، الفوضى بقت قريبة قوي. تخيلت إني لو أقنعت شوية ناس من اللي فعلا بيسمعوني إنهم يستعدوا، يمكن ساعتها ننجى لما في الآخر كل حاجة تتهد على دماغنا. بس مش كتير سمعوني زي ما تخيلت. ودلوقتي كل حاجة قربت تخلص والناس هتدخل على مجاعة. فاكرين حكاية النملة والجرادة؟ إحنا بنعمل دور النملة اللي بتحوش وتخزن الأكل وبتستعد للمصيبة، بس هي ما سابتش الجرادة اللي هو أنتو تموت من الجوع، مع إنها كانت بترقص في الشمس من غير ما تتعب أو تقلق أو تخاف من المستقبل. لكن في الآخر كلنا بندفع الثمن. هنموت من الجوع؟ ما عرفش. السمك بدأ يقل والصيد كمان بقى نادر. حتى مش فاكر آخر مرة شفت فيها غزال أو أرنب. بس أنا هفضل أقول إن عمرنا ما هنعادي بعض. لا يا فندم، مش هنعمل كده أبدا. معاكم مارك كوبلن من إذاعة أوريجون الحرة. ما تصدقوش الإشاعات. مش ممكن كلام المعارضة بتاعك ده. انت عارف آخر حاجة عرفها إن الجراد اللي هو انتو كنتوا مسلحين تماما ودخلتوا وقتلتوا كل النمل وأخدتوا كل حاجة عندكوا. يعني لو هتقعد تقول كلام مواعز يا كوب، على الأقل قوله صح. ديكن مبسوط إني شفتك. جو. فهمتك. هاي ديك، خد بالك من نفسك. ديك ما شفتكش من مدة. بلير أخبارك إيه؟ أوكي. أوكي. تمام. ديك خلي بالك،